سؤال أخي الكريم يقول: صلاة المغرب للمسافر خلف المقيم الذي يصلي العشاء، كيف كان به أسأل كيف يصنع له ما سأل. نعم، صلاة المقيم، صلاة المغرب للمسافر خلف مقيم يصلي العشاء، أقول 10 مرات يا شيخ؟ لا لا، مرتين بس تسد. يعني هو سأل المأموم. استسغت لا تدخل مسابقة. مأموم ومسافر يا شيخ، اي صلى خلف مقيم، اي صلي خلف والمقيم يصلي العشاء والمسافر يصلي المغرب. طبعا هو يا شيخ يبدو انه يقصد، يريد ان يقصد ترتيب الصلوات. أي لا، هو لا، حتى غير الترتيب، هو يريد وش يزين. الامام سيقوم الى الرابعه، الامام سيقوم الى الرابعه، لا يبقى يبقى ويدعو الى ان يرجع امامه الى التشهد ويسلم معه. لا ولا في هالحالات، معلش اذا صادفت الواحد الان في مسجد اقام الصلاه وهو الان فيه او قريب منه كذا، اقام يصلون العشاء وهو مسافر، ما صلى المغرب، وش الأولى له يا شيخ؟ العلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول يدخل معه بنية المغرب مراعاة للترتيب. طيب، وهو على خيار، يعني ما أن يتم الصلاة معه حتى يسلم معه، يصلي ثلاثا ثم يسلم معه، يجلس يعني مثل ما قلنا قبل قليل، ينتظر ينتظر إذا قام الإمام للرابع هو بقي. طيب، فارقه حتى يرجع إليه. والخيار الثاني أنه يفارقه يسلم. ويسلم وهذا عندي انه ابعد من ابعد عن السنه والصواب، لان الاصل لا يفارق الامام، انما جاء الامام ليتم به. الحاله الثالثه، لكن عفوا تصح هذه؟ تصح على قول جماعه من اهل العلم. الصوره الثالثه او الخيار الثالث، قالوا يصلي المغرب منفردا ثم يلحق به في العشاء، هكذا قال جماعه من الفقهاء. الصوره الرابعه او القول الرابع، انه يدخل معه بنيه العشاء ثم يصلي المغرب بعد فراغه. أي الصور ترجحون؟ الأخيرة، أنه إذا جاء إلى إمام في أول الصلاة فإنه يصلي معه العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب. أما إذا جاء بعد الركعة الأولى فهنا سيصلي ثلاثا، فلا أشكال لو صلى دخل معه بنية المغرب.